بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هنبدأ نتناول الستائر الزجاجية او الحوائط الزجاجية. والبداية زي ما اتعلمنا في الفيديوهات اللي فاتت، بنبدأ الاول بالتسمية بتاعتنا 00 ground level 01 first level، عشان لو حبيت تزود ليفلز فوق او تحت تبقى التسمية عندك مظبوطة وتبقى الترتيب الهندسي هو الاولى بالنسبة لك مش الترتيب الابجدي. هنرجع دلوقتي تاني للground level. الحقيقة وانا محتاج كمان وانا برسم الحوائط في البلان ان انا اكون شايفها من 3D، فانا محتاج ان الاثنين يبانوا مع بعض في نفس الوقت. طيب ازاي نقدر نبين الاثنين في نفس الوقت؟ لو جينا كده عملنا حاجة اسمها restore down، هنلاقي ان احنا في عندنا مجموعة ويندوز مفتوحة، عندي south elevation، عندي plan، عندي 3D view، فانا هكتفي بوجود اتنين بس، plan و 3D view. فهقفل ده، اعمله close كامل واكتفي بالاثنين دول اللي موجودين، وحامل WT او ويندوز تايل. WT ده اختصار امر ظريف جدا اسمه ويندوز تايل، بحيث يكون البلان موجود عندك في جهة الموجودة هنا اهي، وانا برسم كمان اشوف الشغل بتاعي 3D. مجرد دلوقتي ما حاجة اضغط على الوول وانا ببدأ ارسم، هلاحظ ان عندي في ثلاث انواع من انواع الازاز، الكيرتن وول، الاكستيريور جليزنج، والستور فرونت. اول نوع اللي اسمه كيرتن وول، مجرد ما هيترسم معايا بالطريقة دي خلاص كده، طبعا هحب ان انا اشوفه هنا، فهعمل زد اي او زوم اول عشان ابقى شايف ايه اللي بيحصل. هرجع لورا شويه كده عشان ادي مجال لبقيه الحوائط التانيه. هرجع تاني للبلان وابدا ارسم النوع التاني. من الحقيقه النوع الاولاني اللي احنا رسمناه الكرتون وول هو عباره عن شيت ازاز كله مستمر، مفيش تقطيعات فيه، مفيش مالينز، مفيش اي فواصل. لكن الاكستيريور جليزنج او النوع التاني اللي انا هبدا ارسمه من هنا هو زي النوع اللي فات، الا انه بيحمل بعض الفواصل اللي موجوده فيه، هو اوتوماتيك بيجي جاهز بالموضوع ده. نيجي للنوع التالت بقى اللي اسمه ستور فرونت، اللي انا هرسمه برضه هنا تحتيهم. مجرد ما باجي ارسمه كده بيبدا اهو يظهر معايا ازاز وفي فواصل، لكن كمان في حاجه اسمها مالينز او الاستراكشر اللي ماسك الازاز. يبقى احنا عندنا اول نوع هو عباره عن شيت ازاز عادي، تاني نوع شيت ازاز متقطع، تالت نوع بيكون موجود بالشكل ده اللي هو متقطع وفي مالينز. لو جينا دلوقتي اخترنا النوعين دول من الازاز ورحت جاي ضغط عليهم كليك كده، وهقول له بس هايد elements، بحيث ان انا هخفي العناصر دي ويتبقى عندي بس شيت الازاز ده اللي انا عايز ابدا ادرسه، هخليه كمان فرونت. ملحوظه بس صغيره قبل ما نبدا شغل، انا دلوقتي عملت هايد للنوعين دول من الحوائط منين؟ من 3D view. ده مش معناه ان هم هيختفوا من الفلور بلان. الريفت يا جماعه طبيعته مختلفه شويه عن البرامج الثانيه زي الاوتوكاد او 3D ستوديو ماكس. في الاوتوكاد لما بتعمل هايد لللير بتختفي العناصر كلها من كل الفيوز الموجوده، 3D ستوديو ماكس كمان نفس الموضوع، واغلب البرامج اللي بتشتغل بنظام 3D فيها كلها نفس هذه الصفه، الا ان ريفت مختلف. الريفت لانه عباره بيعتبر ان كل ملف من ده البلان غير 3D فيو، وكل واحد منهم عباره عن داتابيز، كونكتد داتابيز، ملفات مستقله متصله فيما بينها. فنقدر نقول دلوقتي في الموضوع ده كده ان انت لو عملت هايد هنا ده مش معناه هعمل هايد في البلان، لكن عموما انا ما عنديش مشكله، انا محتاج بس ان انا اتفرج عليهم في 3D عشان ابدا اشتغل. لو جينا اختارنا نوع الازاز ده بس اللي نتعرف عليه، هتلاحظ دلوقتي عندك هنا في الايديت تايب ان انت عندك حاجه اسمها الفيرتيكال جريد والهوريزونتال جريد. الفيرتيكال جريد والهوريزونتال جريد ده اللي بيعرف التقطيعات الافقيه والراسيه، فهنلاحظ ان هو نان ونان، يعني هو مش متعرف. طبعا احنا نقدر نعرفه ونقدر كمان نحط مسافات ونقدر نظبط كل حاجه، الا ان مش ده هدفنا. انت لو قررت انك تختار النوع ده معناه انك انت عايز تقطع بايدك مانوال بالمسافات اللي انت شايفها، ممكن تبقى مسافات غير منتظمه او تصميم حر انت اللي بتقرره. طب ازاي نقدر نعمل الموضوع ده؟ من قائمه اركيتكتشر هتلاقي عندك حاجه اسمها الكيرتن جريد. كيرتن جريد، تخيل ان الكيرتن جريد دي كانها هي الالماظه او الماسه اللي انت بتبدا تقطع بيها. فممكن ابدا انا اختار اهو المسافات زي ما انا عايز، وبعد كده كمان ممكن اقول له 1 سيجمنت بس عشان ابدا اقطع في اجزاء معينه انا محتاج ان انا اقطع فيها، مش عايز الشيت الازاز كله يتقطع معايا مثلا سواء افقي او راسي، فانت تقدر تقطع بحريه. بعد ما بقطع بحريه خلاص عملت التقطيعات واكتفيت بالتقطيعات ديت، ممكن ارجع بعد كده اقول له مالين. مالين لما باجي اقول له مالين تقدر انت تحط بقى الاليمنتس زي ما انت عايز. لو جيت اخترت مثلا العنصر الراسي ده بالاختيار اللي اسمه جريد لاين، هو بيوصل لك كل الخطوط اللي على نفس المحاذاه. لو جيت برضه مثلا اخترت الافقي، انت عندك هنا سيجمنت وهنا سيجمنت وهنا سيجمنت وهنا سيجمنت، لكن مع اختيار الجريد لاين هو بيوصل لك ابيامن كونكشن لكل السيجمنتس الافقيه. في المقابل الاختيار التاني اسمه جرين لاين سيجمنت، بياخد العنصر بس اللي انت وقفت عليه، هنا اعتبر ان ده بس سيجمنت، لكن عايز تكمل يبقى اضغط على السيجمنت اللي بعده وتفضل تختارهم قطعه قطعه. لو عايز توفر وقت ومجهود وقررت انك تختار كل المانينز في خطوه واحده، ممكن تقول له اول جريد لاينز، وده هيخليك تختار كل الجريد لاينز اللي موجوده بالمنظر ده. كده
احنا الحمد لله غطينا اول جزء وكده عملنا التصميم الحر اللي احنا محتاجينه. حاجة اختار خلاص الحائط الزجاج ده وهعمله دلوقتي ديليت، مش عايزه، عايز ابدأ افوكس على او اركز على النوعين التانيين. طيب لو رجعنا دلوقتي انا عايز اعمل ان هايد للعناصر اللي انا كنت عملتها اخفاء. في عندنا هنا الحقيقة لمبة، اللمبة دي اللي هي ريفيل هيدن اليمنتس، مجرد ما بنضغط عليها كليك بيبدأ يظهر معاك العنصرين دول اللي انت اخفيتهم، لكن خلي بالنا لو جيت طفيت اللمبة تاني بيختفوا تاني. طيب عشان اخليهم بقى يظهروا او يبقوا على طول موجودين، حاجه اختار عنصر من اللي انا عملت لهم اخفاء قبل كده سابقا وهضغط عليه رايت كليك، وبدل كلمه هايد هتلاقي عكسها تحت حاجه اسمها ان هايد ان فيو. ان هايد ان فيو هقول له ان هايد اليمنتس وهرجع تاني اطفي اللمبه. كده احنا الحمد لله رجعناها كما كانت. طيب بالنسبه بقى للنوع ده اللي هو بيجي جاهز او هو متعدل من الايديت تايب بجريد فيكس اند سبيسنج والهوريزونتال فيرتيكال جريد والهوريزونتال جريد، تقدر انت تعدل في المسافات زي ما انت عايز. يمكن تخلي دي مثلا 1500 في 1500 في 1000، هقول له اوكي حاليا على طول اوتوماتيك انها اتعدلت بالشكل اللي احنا شايفينه. طيب طبعا ده جاهز وانت تقدر تعدل فيه زي ما انت عايز. النوع الثالث هنرجع تاني نعمل له ان هايد اللي هو ديت، هرجع اقول له ان هايد ان فيو اليمنتس، هطفي اللمبه. دلوقتي هو بيجي جاهز. طيب النوع الازاز ده جميل جدا جدا، فرضا انك حبيت بقى هنا في النص تفتح فيه باب او تفتح شباك او تعمل تعديل او حتى يمكن تختار كل الازاز الموجود تستبدله بنوع تاني من انواع الازاز. هل في فرصه نقدر نعمل الموضوع ده؟ اكيد في فرصه طبعا للموضوع ده، بس اول حاجه لازم نفكر الاول او نفهم الاول استراكشر الازاز. الازاز اللي احنا عملناه دلوقتي زي ما احنا اتعرفنا في الفيديو مكون من ثلاث عناصر. العنصر الاولاني اللي هو الحيطه نفسها اللي انت بتختارها عن طريق خط الدوتد ده، لما بمسكها كده بختارها. طيب في عنصر تاني اللي هو المليان، المليان ده اللي احنا كنا اضفناه في الاخر. طبعا لو انا مش عارف اختاره ممكن اقف على العنصر واضغط على زرار تاب لحد ما الاقي ان هو هايلايتد اقوم مختاره. يبقى المليان ده الاستراكشر اللي موجود، ممكن افك البين بتاعه المسمار بتاعه وبعدين اعمل له ديليت. بعد كده انت دلوقتي ده عنصر اهو المليان، تحت المليان انت عندك عنصر تاني اللي هو خط الجريد اللي انت قطعته، خط الجريد اللي احنا عملنا فيه القطع. طب افرض ان انا عايز ارجع الحم الازاز ده والازاز ده يكونوا هما الاثنين بانل واحد، يعني عايز اعكس اعمل ريفرسنج للخطوه اللي فاتت. بتيجي تختار الاول خط الجريد، يبقى انا عملت عليه سيلكت اهو في دوتد ازرق بدا يظهر معايا. هتيجي تقول له اد او ريموف سيجمنت، طبعا انت دلوقتي في سيجمنت اوريدي فهو هيعمل ريموف، لكن لو ما كانش فيه هيعمل اد. لا اوريدي انا موجود عندي خط خلاص اهو مضغوط باين، يبقى لما بضغط على ريموف سيجمنت ارجع تاني اختار ده كليك تاني بيختفي الازاز وكانه لحم الاثنين دول في بعض. هنكرر تاني الخطوه بالنسبه للتو بانلز زون، مثلا عايز افتح الازاز ده والازاز ده. طب احنا ليه بنعمل الخطوه دي؟ لا الخطوه دي مهمه جدا عشان مثلا افرض ان انا الباب اللي انا محتاجه محتاج ان هو يكون دبل، يعني عايز الباب يكون الاثنين دول مع بعض، فده معناه انك لازم تلحم التو شيتس الازاز دول مع بعض عشان تقدر تفتحهم. طيب يبقى خطواتنا تاني، حاجة الأول اختار المليون، لو مش عارف اختاره بضغط على زرار تاب الاقي ان هو هايلايتد اهو، هضغط كليك هشيل المسمار هعمل ديليت. كده انت مسحت المليون الموجود. نيجي بقى لخط الدوت، حاجة اقول له اد ريموف سيجمنت وارجع تاني اختاره من تاني. كده الحمد لله احنا فتحناه. كده انا هيئت الفايل. طيب لو انت عايز تعمل ده باب ما ينفعش برضه المليون اللي تحت ده يفضل موجود، لازم تشيل المليونز دي. حاجة اختارها اهي، هشيل برضه الزرار اللي هو البن واعمل ديليت. حاجه هنا كمان هضغط على تاب عشان اعرف اختاره، وبعدين حاجه اشيله واعمل ديليت. كده اصبح شيت الازاز ده كله جاهز ان انا اقدر اعمل فيه الباب او استبدله بالباب. طيب عمليه الاستبدال بتتم ازاي؟ تقدر بسهوله تختار الشيت الازاز بقى ده نفسه، ده العنصر الثالث اهو، انا كده اخترت الشيت الازاز، هشيل كمان المسمار اللي موجود فيه، اصبح دلوقتي قابل للتعديل. طيب الشيت الازاز اللي انت موجود ده انت هتعمل ايه؟ ما ينفعش تعمل بقى ديليت وتضغط على زرار ديليت، لا ما ينفعش، لكن ممكن تيجي على الايديت تايب وتبدا تبدله بحاجه تانية. ممكن مثلا هو مكتوب ان هو جليزد سوليد، جليزد او سوليد، جليزد يعني ازاز شفاف، لكن سوليد يعني هيكون بانل معدنيه او بانل خشبيه او بانل انت اللي بتحدد الماتيريال بتاعتها، لكن القصد انها هتبقى سوليد. طب انا اللي عايز الجليزد ولا عايز السوليد؟ انا عايز هنا يبقى في عندي عنصر ثالث اسمه دور عشان اقدر ان انا اعمل الدورز. طيب احمل الدور الاول ازاي؟ طيب هعمل كانسل دلوقتي وهرجع تاني على قائمة insert. insert من قائمة insert هتلاقي عندك حاجة اسمها load family. load family انا محتاج دلوقتي اعمل load لايه؟ محتاج اعمل load لباب ازاز عشان لما اجي بعد كده اختار الازاز ده من الايديت تايب زي ما احنا شفنا الاقي ان الباب الازاز موجود فاقدر استبدله. طيب الموضوع بسيط جدا، يبقى حاجة اقول له load family
بعد ما جيت على لود فاميلي فتحت المتريك لايبرري. بعد كده جوه المتريك لايبرري بدور على الكيرتن وول بانلز. فيها هتلاقي دايما فولدر بينزل مع اللايبرري المفروض اسمها كيرتن وول بانلز. مجرد ما بتضغط عليها هتلاقي في عندك انواع كتير من الابواب. هحاول ان انا اختار نوع من انواع الابواب الديزاين بتاعه يكون مناسب معايا اكون انا حابه مثلا. انا حسيت ده متناسق مع بقيه الازاز الموجود. لازم كمان نتاكد كمان يا جماعه ان الدور اللي انت مختاره يكون مخصص للكيرتن وول، لان خلي بالك ان الدورز العاديه اللي بتتحط في الحوائط السوليد ما بتشتغلش مع الازاز. يعني نقدر نقول ان الحوائط الزجاجيه لها مجموعه الابواب الخاصه بيها، والحوائط السوليد لها مجموعه الابواب الخاصه بيها، وده ما ينفعش يركب مع ده وده ما ينفعش يركب مع ده. فلو انا جيت دلوقتي قلت له هي دبل جلاس، انا لقيت النوع ده، انا عارف مسبقا ان النوع ديت بيشتغل مع الكيرتن وول، هقول له اوبن. انا كده حملته جوه الفايل، يعني خلاص اصبح موجود. هرجع بعد دلوقتي اختار تاني البانل الازاز اللي احنا شفناها دي، عفوا هاجي افتح تاني الايديت تايب. احنا المره اللي فاتت كان عندنا فيه جليزد وسوليد، المره دي هنيجي نفتح من هنا هنلاقي عندنا فيه كمان حاجه جديده اسمها دبل جلاس. اه ده فيه، ده الملف اللي انا حملته، ده الملف في الفاميلي اللي انا حملته. مجرد ما هقول له اهي دبل جلاس اصبح موجود عندنا، كمان البارامترز بتاعته موجوده. هقول له اوكي، هتلاقي فعلا اهو اوتوماتيك ان هو اصبح موجود. هشوفه بس من الناحيه الثانيه اهو، الباب الازاز جميل اتحط. كمان هنلاحظ ان في البلان عندنا فاهم ان ده باب ازاز، فبدا يديلك الانديكيشن بتاعه. طيب والله بعد ما حطيته خلاص اوكي، انا حطيت الباب الازاز بتاعي وجميل جدا. هاجي تاني لل 3 دي اهو، فرضا مش عاجبني عايز اختاره وعايز اغيره، ممكن من ايديت تايب هتلاقي هنا حاجه اسمها لود، على طول ممكن اوتوماتيك من هنا تقول له لود وتبدا تستبدله تاني. هنرجع لللايبرري بتاعتنا دورز، عفوا مش دورز، كيرتن وول بانل، انا غلطت، كيرتن وول بانلز. ونبدا نختار مثلا نوع اهو فريمليس، نوع تاني من انواع الازاز ما فيهوش، او ممكن مثلا ريفولفنج، ده كنت منزله من اللايبرري، ظريف جدا. هقول له اوبن، هيبدا يحمل. اوكي اوكي خلاص اهو بدا يبقى موجود، بس طبعا هنلاحظ ان النوع ده ما هوش فيتنج على قد الازاز لان حجمه اصغر شويه، يبقى هنحتاج ان احنا اما نعدل في الباب ده بحيث ان حجمه يتناسب مع الفتحه، او ان احنا نصغر الفتحه بحيث تتناسب حجمها مع حجم. طبعا الحاجات الصغيره دي لازم ننتبه لها. والله انا هستسهل الحقيقه، ممكن خلاص ارجعه تاني بالدبل جلاس او اختار بقى نوع يكون فيتنج عليه على طول. وكده نفس الطريقه اللي احنا اتعلمناها عشان نستبدل البانلز الازاز بباب، تقدر تختار اي بانل من البانلز التانية وتعمل فيها مثلا شباك او تعمل فيها اي عنصر تاني انت حابه. طيب ملحوظة اخيرة بس قبل ما نترك الفيديو ديت او الاكسرسايز ده، بالنسبة لاي نوع من انواع الكيرتن وول سواء الستور فرونت او الاكستيريور جليزنج، يعني المهم يكون في جريد موجود. لو جينا رسمنا كده الجريد اللي موجود هنلاحظ ايا كان النوع اللي احنا بنختاره ان في ايكون موجود عندنا هنا اسمها configure grid layout. configure grid layout مجرد ما هتضغط عليها كليك تقدر انك ترحل الجريد، الشبكه اللي موجوده دي تقدر ترحلها يمين شمال لفوق لتحت، او حتى تكتب زاويه معينه. فممكن اجي هنا مثلا اقول له والله انا عايز الجريد الراسي على زاويه 45. هنلاحظ كده ان الجريد ده اهو اصبح على زاويه 45. لو جيت اخترت الجريد الازاز ده وجيت اخترت تاني، لو جيت اخترت مثلا الافق قلت له كمان على 45، اصبح كده ان الجريد كله على 45. هعدله بحيث يكون اشيك شويه، مثلا خليه 1000 مللي في 1000 مللي، يعني متر في متر. ابلاي اوكي، كده انا مثلا حولته اهو لجريد على 45 في 45. فدي كمان قابليه اخرى للتشكيل نقدر نعملها. بعد كده والله ممكن اجي اقول له مليون، اجي اختار كل المليونز الموجوده اقول جريد لاينز، يبقى انا كده حملتها. برضو المليون ده يعتبر فاميلي يا جماعه، احنا نقدر احنا نصمم مليون، نقدر احنا نستدعي مليون. قبل ما اجي اضغط على اول جريد لاينز ممكن نشوف اصلا المليونز اللي موجوده. هنلاحظ ان انت عندك اهو تصميمات كتير، الفي مليون، الترابيزويد، ال مليون، حتى السيركلر مليون، كل دي انواع مختلفه نقدر نستخدمها. فمثلا انا جيت حملت هنا، طبعا ناخد بالنا ان مش شرط انه يقدر يتركب مع كله، فهو هنا بيديني تحذير يقول لي كان نت كريت كورنر مليون ديو تو ذا انجل، الزاويه دي مش قادر ان هو يغطيها. خلاص هكنسل وهشوف نوع تاني مثلا الترابيزويد مثلا، واقول له برضه اول جريد لاينز بحيث ان هو يغطيها. هنا لقيت ان حجمه كبير بالنسبه لها، وبيقول لي ان some panels in the curtain are slightly malformed، مش هتركب برضه معايا. طبعا دي مساله تصميم. طيب هرجع تاني واختار نوع تاني يكون ابسط شويه، مثلا زي الراديوس مليون 50 مللي، ده اعتقد يكون كويس. واحاول اوكي،
كده هنلاحظ ماشي الى حد ما يعني بدأ يشتغل، بس لا برضو ستيل في مشكلة. خلاص خلينا تستيك لاخر نوع عندنا 50 × 65 سكوير، ده اكتر نوع فعلا اهو اتركب مفيش اي مشاكل فيه واتحلت معانا الموضوع. طبعا هو مسألة تصميم، فلازم انت تجرب وتشوف وتعمل اكسبيرمنتيشن لحد ما توصل للنتيجة اللي احنا شايفينها جيدة. نشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله.